بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي مصنع الأساطير. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. الأهلي بالفعل مصنع الأساطير، منتج للقيمة، منتج للقيمة بكل معانيها. عشان كده عبر الأجيال وعبر كل العصور، بعد أكتر من 100 سنة على نشأة النادي الأهلي، هتلاقوا في كل حقبة مش بس السوبر ستارز أهلوية، لا كمان القدرة الدائمة على إنتاج القيمة والقدوة كمان يا باشمهندس. القدوة دي أهم حاجة. ما أحوج هذا المجتمع الآن إلى القدوة. التردي الذي وصل إليه المشهد العام انعكس على المجتمع. شفنا جرائم أبطالها شباب صغير مش هامه حاجة، واخد القانون في إيده وبيتصرف بمنتهى العنف والشراسة والاقتراء على حقوق الآخرين. فلما تلاقي حد محافظ على نفسه في وسط الأجواء دي برغم كل ما يتعرض له، لن أعتقده في الأساس في النادي الأهلي وفي مقدمتهم رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته والمسؤولون اللي هم بيتعرضوا كل يوم كل يوم بشكل يومي إلى الاقتراء عليهم. ولكن الجميل في الموضوع أستاذ إبراهيم، الإنصاف يأتي تباعا 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 من الداخل ومن الخارج، من الداخل وكأن يعني الله سبحانه وتعالى يعني بيقول الإنسان والكاظمون الغيظ، ولا الكاظمين؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهم دول اللي حقهم الله سبحانه وتعالى بيجيبه لهم لحد عندهم من حيث لا يتوقع ولا يحتسب. اعتقد النهارده احنا عندنا حلقة مميزة جدا يا جماعة، ابقوا معنا عشان تشوفوا كيف نبت أسطورة من أساطير النادي الأهلي وتعيش بيننا حتى الآن.